أحسن الله إليكم. ريان من أسئلته يقول فضيلة الشيخ، عند ختام المجلس يقول المحاضر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ثم يردد الحضور هذه العبارات، هل هذا وارد؟ المجلس ختامه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفارة المجلس إذا أراد أن يقول سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، هذه كفارة المجلس. أما المحاضرة أو الدرس فإذا ختمه بالدعاء فلا بأس بذلك، ويؤمن الحاضرون على الدعاء لأن الناس بحاجة إلى ذلك، سواء ختم المحاضرة أو الدرس قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين، أو ختمه بغير ذلك. نعم.